السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوت يا جماعة الترمومتر اللي أنا اتكلمت فيه في الفيديو اللي قبليه اللي احنا هنشتغل فيه، ترمومتر عادي خالص، ترمومتر عادي خالص اهوت. طبعا بيقيس، بيشوف لك درجة الحرارة قد ايه بالظبط بتيجي. بيقيس درجة حرارة الغرفة، المكان. طب انا عندي درجة الحرارة هنا دلوقتي حاليا 18، جوه المكان هنا دلوقتي حاليا 18. طبعا بمسك الترومتر كده وبعرف، بمسكه كده وبعرف درجة الحرارة قد ايه. بعد كده ما بيجي اقيس الكومبوست بحطه كده في نص الكيس كده. بقيس درجة الحرارة بالنظام ده. بعد كده بشيله، بشوف درجة الحرارة وصلت كام. طبعا انا درجة الحرارة عندي 19 كده، الكومبوست شغال تمام، 19 18 كويس مش وحش وشكرا.